بص يا معلم، النهارده طبعا الزمالك هيلعب الداخليه، والكل دلوقتي عينه على مباراه كاس نهائي كاس مصر في السعوديه، وطبعا ملعب الاول بارك ملعب النصر. والموضوع يا معلم محتاج تكتيك، لان المباراه هتفرق كتير جدا مع نادي الزمالك والصفقات الجديده، هل هتنجح ولا تفشل؟ لان وارد جدا تنجح وارد جدا تفشل، هي صفقات كمسمى واسامي، اسامي حلوه، لكن هتنجح هتفشل، الموضوع في ايد اللعيبه والجهاز الفني. اما النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا، طبعا طبعا كهربا بره الجيم خلاص، يا مودست يا وسام ابو علي، وغالبا اللي هيلعب الماتش الجاي هيبقى وسام ابو علي كراس حربه، لكن طبعا مين هيلعب مكان ياسر ابراهيم؟ فهنتكلم النهارده فيديو على الاوراق، والاهلي دلوقتي يمكن انا بقول كولر نص ملعبه معروف اللي هيلعب، طبعا هيلعب هل كريم نيدفي اللي هيلعب دلوقتي مع طبعا مروان عطيه اكيد اللي رقم واحد هيلعب، طبعا قلنا امام عاشور، وهتبقى مباراه قويه جدا امام عاشور قدامنا دي اللي بيحبه وبيعشقه وكان بي 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 يعني من عشاق نادي الزمالك، الكوره ما عادش فيها الكلام ده. المهم الفيديو دسم قوي يا معلم، فركز معايا كده واصحى واسمع الفيديو، لان هيبقى فيه كلام كتير جدا وكلام مفيد وكلام في الكوره مش في الاخبار والبيلقه. المهم اذا عجب الفيديو لا تنسوا الكومنت والضغط على زر الجرس، لان ده انتم بتشجعونا يا جماعه ان احنا نستمر ان شاء الله. فيلا بينا ان شاء الله نبدا الفيديو. طبعا نادي الزمالك، نادي الزمالك وفرقه جديده ولاعيبه جديده جدا ومبالغ اتصرفت، والنادي الزمالك شكله ايه الايام الجايه؟ لان نادي الزمالك بعد الصفقات الكتيره جدا اللي جابها الكابتن حسين لبيب وايقاف القيد والمبالغ اللي اتدفعت والحاجه الحلوه اللي اتعملت في خلال 100 يوم، ده شيء جميل جدا لنادي الزمالك. فنادي الزمالك دلوقتي النهارده قدام ايه؟ طبعا جوميز قدامه الوقت ثلاث اربع ماتشات وبقى له شهرين اهوت، فالمفروض نشوف بقى كوره حلوه، نشوف اللعيبه في اماكنها، نشوف دور عبد الله السعيد هيبقى ازاي، محمد شحاته، محمد عاطف، اسامي كتير اللي جت من الزمالك، من راس الحربه خصوصا ان احنا عرفنا انه استبعد سيف الدين الجزير، هل هيلعب بناصر منسي؟ الشكل ايه؟ ما هو لازم يثبت طريقته بسرعه، لان انت فاضل لك ماتشين قبل مواجهه النادي الاهلي، وماتش جامد جدا، ماتش هيفرق معاك. وتخيلوا يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه، تخيلوا الفلوس هتخلي مورينيو يا جماعه هيقعد يحلل لرؤى، هيحلل لرؤى يا جماعه، ده حاجه يعني حاجه، الفلوس تخلي مورينيو يلبس الشورت وينزل استاد سمك حاجه جميله جدا، انك انت تخيل جوزيه مورينيو باسمه وتاريخه هيقعد يحلل لرؤى، يعني حاجه يعني مش في التاريخ. فطبعا الفلوس، وطبعا بنحيي المملكه العربيه السعوديه وطبعا مع المستشار تركي آل الشيخ على الحدث، هيخلي نقله احسن مخرج في كاس العالم، واتمنى واحتمال يبقى حكم اجنبي، ويا سلام لو حكم اجنبي يبقى العمليه كملت والليله زي الفل. حكم مصري معروف او مش معروف، انتوا اعملوا معروف وخلوا حكم اجنبي يكون انجليزي كده من الحكام الجامده اللي الكل يجمع عليها ان شاء الله. فنادي الزمالك يا جماعه طبعا عنده لعيبه كتيره، اسامي كتيره واسامي حلوه مش اسامي وحشه، الدور دور المدرب بقى ازاي يوظف وازاي يوقف اللعيبه وازاي مين اللي هيلعب دفاع نادي الزمالك. عفوا بعد غياب الونش والاصابات زيزو هيبقى فين؟ توظيف الملعب هيتحمل شيكابالا مع عبد الله السعيد، عبد الله السعيد كبير في السن، مين اللي هيلعب؟ طب ناصر المنسي، احنا ناصر ماهر جبناه ليه مكان في وجود عبد الله السعيد؟ يعني اسئله كتير جدا. فجوميز عنده اوراق، وخصوصا اللي دايما بقول اللي بيريح بيرجح كفه اي فرقه نص ملعبك، فاذا انت نص ملعبك تمام واقف على رجله انت بتضمن الفوز، وعلى الاقل بتضمن انك انت تنفذ اسلوبك، معاك خبرات محمد شحاته منتخب اولمبيا وعبد الله السعيد، ناصر ماهر حتى باسمه لما كان بيلعب في النادي الاهلي اسم كبير جدا. فانت نادي الزمالك ملوش اي حجه، والماتش ده هيفرق معاه جدا، لان الماتش ده بيكون انا بقوله اهو اذا فاز بيه هيبقى ياثر جدا جدا على فوزه ويقربه جدا من الكونفدراليه اللي انا شايف انه ملوش اي حجه انه يفوز بيها، لان مع احترامي انت هيقابلك نهضه البركان، وانت كاسما واسامي وتاريخ المفروض تكسب نهضه البركان، مع احترامنا ليها فرقه كبيره وفرقه بتعرف تلعب النهائيات، والبطوله دي بقت من بطوله نهضه البركان. فالماتش قوي جدا، هنشوف الزمالك النهارده قدام الداخليه هيعمل ايه؟ هل الزمالك النهارده هنشوف في ابداع، هنشوف شغل من جوميز، هنشوف بصمات، هنشوف اوراق طريقه لعب واضحه، تشكيلاته، هل بيدافع بيهاجم، هيلعب ضغط عالي، ايه بالظبط؟ فده اللي احنا هنشوفه النهارده. وطبعا كمان بنروح للنادي الاهلي، النادي الاهلي بنقول بقى عنده اثنين رؤوس حربه، طبعا كهربا خلاص بره الجيم خالص واتشال من دماغ الراجل الكابتن كولر خلاص بالنسبه للكهربا صفحه ومطوط، ده وجهه نظري خلاص صفحه ومطوط كهربا. فالنادي الاهلي يا مودست يا وسام ابو علي، وانا بقول وسام ابو علي اقرب انه يكون هو راس الحربه في مباراه نهائي كاس مصر.
مين هيلعب بقى جنب محمد عبد المنعم؟ هل هيلعب طبعا رامي ربيعه ولا هيلعب احنا شفنا عمر كمال عبد الواحد وممكن نلعبه في نفس المكان ده جربه، بس هل هينجح؟ لان الخصم بيختلف. انت هتلاعب نادي الزمالك، نادي الزمالك يظل برضه من الفرق الكبيره ومن الفرق اللي بتخوف، من الفرق اللي بتلعب كوره، من الفرق اللي بتهاجم، من الفرق اللي ما بتعرفش تدافع. عمر كمال عبد الواحد حلو، لعيب منتخب مصر ولعيب عنده ثقه بنفسه ولعيب طبعا اضافه قويه للنادي الاهلي، لكن انا بقول اهو عمر كمال عبد الواحد باك رايت فقط لا غير، ما اقدرش يديك اكتر من كده وافتكر كلامي. هل هيقدر يجيد في المنطقه دي ولا ندي العيش لخباز ونوقف رامي ربيعه وهو خصوصا في المكان ده ويلعب عمر كمال عبد الواحد؟ بس لو لعب عمر كمال عبد الواحد هل هيقعد محمد هاني؟ وانا شايف محمد هاني الفتره اللي فاتت ده بالعكس بدا مستواه يزيد، بدا نشوف محمد هاني تقيل في الجبهه اليمين، في الجبهه من الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه محمد هاني. فهي السؤال التوليفه دي هي اللي في صداع حاليا في دماغ كولر، فهل هيلعب بيه كمساك جنب محمد عبد المنعم سيرد باك جنب محمد عبد المنعم، ولا هيحطه في اليمين؟ لان احنا شفنا علي معلول في الشمال وجنب عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني. اكرم توفيق انا بعتقد انه خلاص مش في دماغ كولر ومش هيلعب، لان اكرم توفيق ملوش غير الباك رايت، وفي ظل عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني مش هيقدر يكون اكرم توفيق موجود. هترميه بنص الملعب، عندك زحمه جديد، عندك كوكا، عندك مروان عطيه، عندك طبعا امام عاشور اللي عامل طبعا لعيب كبير جدا ولعيب اضافه قويه جدا، بس هل هنشوف قدام الزمالك بقى هيلعب وينطلق ويودي ويروح والسبرنتات والسرعات اللي بيعملها امام عاشور؟ لان دايما بقول امام عاشور من اللعيب البدني اللي لعيب بيعتمد على صحته ولياقته البدنيه، اذا فايق بدنيا هيقطع الدنيا. طبعا مفيش خلاف على ان بيرسي تاو، وطبعا عندك اللي خلاص طبعا في مرحله التجديد وبيجددوا له عقده، بيرسي تاو بيكون يمين، حسين الشحات، وطبعا في بديل قوي جدا اسمه رضا سليم، هل هيبدا بيه ويفاجئ نادي الزمالك بيه ويبدا رضا سليم هو اللي يبدا؟ فطبعا قدام انا بقول اسامه ابو علي بنسبه كبيره، فده تشكيل من الاهلي، وطبعا مصطفى شبير اللي انا بقوله اهو ثقه كبيره جدا، واذا الولد ده عدى ماتش الزمالك كويس وعمل جيم كويس اعتقد انه لازم يكمل ولازم ياخد الفرصه في اصابه محمد الشناوي. كلام كتير جدا وشحن كتير جدا، لان مباراه نهائي كاس مصر مباراه هتشوفها بشكل تاني، اول مباراه في تاريخ مباراه الدوري المصري الكاس مصر تتلعب بره الاراضي المصريه، هتتلعب في الارض السعوديه كلها واحد، بس زي ما بقول شكل تاني، ملعب وجماهير وتصوير وابداعات، وجوزيه مورينيو هيقعد يحلل الروح. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت. سلام عليكم.